السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انت بتشتغل على اوبن ستريت ماب او بتشتغل على اي من البرامج اللي هي متخصصة في عمل خرائط، زي مثلا موقع اللي هو هوت تاسكينج، ليك ان انت تعدل الخرائط بالطريقة التقليدية اللي هي الاي دي اديتور، او ان انت تقول له ان انت عايز تحررها في جوسم. تمام، تختار المكان اللي انت عايزه، يعني مثلا اخترت مثلا ديت، تمام، وتقول له انا عايز اعمل اديتور على جسم. تمام، لو انت فاتح جسم هيبدا ان هو يفتحه ويفتح النقطه دي هناك، ويبدا ان انت تحرر على جسم. طيب جسم هو اللي هو ايه؟ اللي هو جافا اوبن ستريت ماب اللي هو دوت. طيب انت ممكن تروح قايل له ان انت عايز تعمل داونلود للملف الويندوز او ابل، لو انت شغال على ابل او لينكس، سواء اوبونتو او انسوس او اي حاجه من الحاجات ديت. تمام، تقدر تعمله داونلود وتسطبه، لما بتسطبه بيظهر معاك بالشكل دوت. طيب انا دلوقتي عايز ابدا احمل خريطه، فبدوس على السهم اللي تحت. خلصت وعملت التعديلات هقول له اب. طيب قبل كده هدخل على ايديت بيرفورمانس، تمام، هتلاقي هنا ايه الحاجات اللي انت عايزها تظهر معاك، وهنا الداتا، هنا الجي بي اس بوينت، هنا الالوان. اهم حاجه بالنسبه لي او اس ام سيرفر. تمام، هتكتب هنا الاكسس اللي انت عايزه، تمام، وتقول له تيست اكسس توكن بحيث يتاكد ان انت خلاص. الفكره انا كتبت الاسم بتاعي والباسورد. تمام، بعد كده هخش على بلجن، وتبدا تشوف ايه البلاجن اللي انت محتاجه او انت عايز تسطبه. دي مثلا الحاجات اللي انا مسطبها، تمام، هنبدا نتعرف عليهم واحده واحده والفايده بتاعتهم. طيب هقول له اوكي، هبدا اقول له ان انا عايز اعمل داونلود. تبدا تختار بقى المكان اللي انت عايزه، مجرد ان انت بتعمل سيلكت كده مربع على الجزء اللي انت عايزه، وتقول له داونلود، فيبدا يحمله لك على الجهاز، مش هياخد 3 4 ثواني. بيبدا بقى يظهر لك هنا الليارات، وهنا فاليديشن، تمام، وهنا هنا ممكن نحط مثلا حاجات زي ان انت تشوف الصوره، لو في مثلا سياره ماشيه وبتاخد اللقطات، فلما تقف هنا يبدا ان هو يوريك الصوره. تقدر تيجي من ويندوز هنا وتقول له انا عايز اشوف الليارات، عايز اشوف الاوسر، عايز اشوف الميني ماب، خريطة صغيرة كده بالشكل دوت. تمام، طبعا احنا اشتغلنا على العاشر من رمضان قبل كده، ففي حاجات مرسومة، بس انا مش شايف الخريطة هنا، عايز اجيب الخريطة، فهاجي هنا. تمام، واقول له ان انا عايز اشوف الاوبن ستريت ماب التقليدية، فيبدأ ان هو يحملها لي، فكده اصبح الامور اوضح. ممكن اقول لا ده انا عايز اشوف مثلا مكسر، فيبدا يحملها لي. زي ما انت شايف هي عباره عن ليارات، فممكن اخفي مثلا ليار الحاجات اللي مرسومه او اخفي ديت، يعني هي عباره عن ليارات، وتقدر تخلي واحده فوق واحده بالشكل دوت. تمام، ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اشوف مبلغي، ممكن تبدأ تشوف ايه الليارات اللي انت عايز ان انت تظهرها، ممكن ايمج انفو بحيث ان كل صورة يبدأ يجيب لك معلومات عنها. ممكن تقول له ريكوردر ايمج لاير، ممكن تقول له مثلا عايز اسري وورلد ايمجري، لو في اي صور موجودة تبدأ تظهر معاك. تمام، ف يعني في امكانيات حلوه قوي في البرنامج، وتقدر بقى من هنا ترسم درو نوت، او ان انت تعمل امبروف واي، تقدر ان انت تعدل على حاجه، تقدر ان انت ترسم بيلدينج لو انت في مثلا مبنى مش مرسوم، تبدا ان انت ترسمه زي ما انت عايز. تمام، هعمل لك على لير جديده بحيث ان انت لما تخلص تقدر تقول له ابلود، ويبدا يرفع لك كل التعديلات اللي انت عملتها. طبعا موضوع الصور ده هيبقى مفيد جدا، بحيث ان انت تبقى شايف المبنى وتبقى متاكد هو كام دور والحاجات دي كلها، لكن ده بيحتاج ان احنا نكون في ناس مشيت في الطريق ده باستخدام كارتا فيو، قدرت انها تشوف الشارع،
برنامج اسمه كارتا فيو، تمام؟ ده برنامج موجود على جوجل بلاي وموجود برضو على الايفون، بحيث ان هتبقى طول ما انت ماشي بياخد اللقطات وتشوفها انت طول ما انت ماشي في الشارع. هتلاقي عندك برضو شوية امكانيات، مثلا في السيليكشن تقدر تعمل سيليكت اول او ان سيليكت، هتلاقي ادوات تساعدك في الرسم لو انت عايز سيليكت مود او لاسو مود او ان انت تعمل درو او زوم. فهنا الامكانيات في البرنامج هنا بتبقى اكتر، برنامج اسمه جافا اوبن ستريت ماب اديتور، تمام؟ وزي ما انت شايف الموضوع سهل جدا، ان انا بقول له داونلود يحمل لي الخريطه الجزء اللي انا عايزه، وبعد كده بقول له ابلود بعد ما اعمل التعديلات، ارسم مثلا شويه مباني، ارسم اشوف المبنى ده ايه وهكذا، ببدا اشوف المبنى وابدا ارسمه باستخدام الادوات نرفعه. ان شاء الله يبقى في دروس مخصصه للبرنامج، لان هو برنامج سهل ولذيذ ومفيد في الاوبن ستريت ماب.